اهلا وسهلا بكم الناس الكل في رانديفو جديد من شوبوك على اسرولاب تي في. اليوم نبداو مع ذا تشامبيون اوف ذا ويك اللي ما شافهاش لحبيب اللوز واعطاها له في العظم. نيات اللي بعثهم سي اللوز وراجعين هلا فهمت هلا وقال توا حق الاولاد الاولاد توازى وكان سمع كلامي راهو شهوه قاطعهم عليهم روح على ماله اللوز اللي ما شافش مانع في تبنيه الأطفال جهاد النكاح. الحكاية عبارة على شركة، شركة الماكرو للدعارة الحلال وجهاد النكاح اللي تتكفل بمصاريف العناية في حالة وقوع حادث شغل. احنا ايه يا اختي يمزح لا الرجالة يا شاب. اما عندي سؤال بكل جدية، تو هالأطفال بتاع جهاد النكاح هذوما يتسماو ولاد حلال وإلا ولاد حرام وإلا ولاد المنكوح؟ وده هتكتبها ازاي حسين؟ جينيرالمون في شوبوك ديما نحكيو على حاجات رديئه، اليوم هات نبدلو شويه نحكيو على الرومانسيه. الجمعه هذه فما زوز عصافر بدلوا لنا نظرتنا للامور وخلاونا نكتشفوا انه الدنيا مزيانه اما احنا ماناش فايقين. نحكيو على قيس وليلى، مناش نحكيو زاد على روميو وجولييت، نحكيو على مقداد وسهام. الصحفي المحايد جدا وسهام بادي اختفوا من الرادار وهما مع بعضهم يعديو في فاكونس ما نعرفش على حساب شكون في نزل 5 نجوم. الليلة في الوتير كيما هذا ما أقلش من 250 دينار والسيد يحكي على أخت سهام بادي المسكينة بطالة. علاقة سهام بالسيدة الوزيرة تشرفني علاقة بعائلة فيها أختها تعمل في دكتوراه بطالة. شخص كان جيت بطال ونعدي أيامات في وتير كيما هك ونمشي للصين زادة على حساب وزارة من الوزارات. نحكيو فلاحة، الفلاحة اللي تحسنت في جهة البسباسية من ولاية نابل بعد ما مدير مدرسة يحول المؤسسة إلى مزرعة وتلامذة ولا فلاحين. تربية نحل ودجاج وزرع حمص. غرفة المدرسين بأول أيام الدراسة قلبه وفين مفتوح كل شيء كل خير ونعمة. بعد التجربة هذه نعرف واحد مش يشيخ في مخه وبالمناسبة هذه ينجم يعمل من شهادة رئاسة الجمهورية اختصاص زراعة الحمص. رياضة، طارق ذياب يبعث مطلب للفيفا الحل جامعة كرة القدم التونسية. السيد عمل كيما هك الجوار اللي يلعب ضد جامعته. أول ما قريت الخبر قلت اللي من المستحيلات السبعة يطلع طارق ذياب هو اللي كتب المراسلة هذه، خاطر كان هكا تو الفيفا مش تحل الجامعة برك، تحل على روحها كتاب وتعمل معمل متاع روزاتا وتبطل الكورة. إيفيكتيفمون طلعت جزء من المراسلة مأخوذة من مقال كتب واحد في جريدة لابريس انقد فيه الجامعة باش يتقرب من السلطة، زعما الصحفي هذا باش يعدي أيامات مع الوزير في وتير. نكملوا مع فيديو يلخص وضعية التونسي بصفة عامة. الحاج اللي شاف عليه العرايض في المطار قال له توا باش ندعيو لكم وإلا ندعيو عليكم. سي العرايض ندعيو لكم ولا ندعيو عليكم؟ اللهم ادلوا طحينة، اللهم اطحن الزعيم، اللهم اقسم من بابا غنوجو. اكتب بعد في التيتر حلقة من كوحي تيلي مش عادة ما فانا غير أبوه.
ايه ديجا ما تشتر الحلقه بيرفير معناتها صغار ونكاح ودم الكحه.